عبد مستسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، رواه البخاري. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. في ملاحظة ينبغي أن توضع بين أيديكم: لو جاء إنسان شارب يرتكب الموبقات والمعاصي وقال هذه الكلمات بقلب غافل، ليس هناك ثمرة إطلاقا. هذا الكلام موجه للمؤمنين، لإنسان ملتزم، لإنسان متصل، فإذا قال هذه الكلمات لم يضره شيء فعلا. أما أن يظن الإنسان القضية عامة، أي إنسان آلة كلمات يقولها بقلب غافل لا تقدم ولا تؤخر، حتى ما الإنسان يظن بالإسلام فيه يعني معالجات غير ناجحة. النبي عم يخاطب صحابي، عم يخاطب إنسان ملتزم، عم يخاطب إنسان محب، عم يخاطب إنسان مستقيم. هذا الإنسان الموصول بالله الملتزم المستقيم إذا قال هذه الكلمات الثلاثة لم يضره شيء، لأنه أحيانا الإنسان يطبقها فلا يرى شيئا، فينصرف عن كل هذه الأذكار حتى ما يندفع الإنسان لينصرف عنها جهلا أو وهما. هذه أذكار المؤمنين. الله عز وجل بخاطر عامة الناس في أصول الدين يقول لهم: آمنوا به واعبدوا ربكم. أما بخاطر المؤمن، المؤمن الذي آمن به والذي اتجه إليه والذي أخلص له والذي طبق منهجه، يخاطب هذا المؤمن بهذه الأذكار. فحتى الإنسان ما يقول أنا قلت وما أصلي كل شيء، هذه خاصة بالمؤمنين الصادقين المستقيمين الملتزمين. عن معاذ بن عبيد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد. طبعا الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمعوذتين: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء. يعني أنت استعذت بالله، يعني أنت طفل بالطريق لأقول لك: عمو في كلب، خليني أمشي جنبك. المثل البسيط، أنت بمرؤتك وكمالك تمسكه وبتحميه. كلمة أعوذ، أنا أستعيذ، ألتجئ، ألوذ بك يا رب. إله عظيم كامل، ذات كاملة، يستعيذ به عبد ولا يعيذه، يلوذ به عبد ولا يحميه،
يلتجئ إليه إنسان ولا يمنعه من أعدائه. المشكلة أنه هالكلمات التي يرددها معظم المسلمين حينما رددوها بقلب غافل فقدت مضمونها، صار كلام عند الناس ما له معنى. أما إنسان بوعي وإدراك وإيمان يقول يا ربي أعوذ بك من شر ما خلق، أنت الآن في حماية الله، أنت في ظل الله، أنت في ذمة الله، لا يستطيع مخلوق أن يدنو منك. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. نحن هذه الكلمات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نقدسها، لكن ينبغي أن نطبق التعليمات بحذافيرها. الأيام بيقول لك فلان فايت في جني، إيه شو الحل؟ في مشايخ ولفات خضر وبطالع الجني وبسبه بيقول له بحر آس. لا، مو هذا العلاج. العلاج وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا العلاج القرآني. بس أنا أضيف دائما أن تستعيذ بالله بقلب حاضر وبقلب خاشع. أما كلمة يقولها الإنسان هكذا هذه لا تؤثر. الله يريد قلبك، يريد نفسك، يريد التفاتتك، يريد إخلاصك، يريد محبتك. فإذا قلت هذه الكلمات بقلب خاشع، بقلب منيب، بإيمان قوي، الأذ واحد دعا ربه وليس موقنا بالإجابة، قال له ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل، هذا لا يغفر ذنبه. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. أيام من أين يأتي عدم اليقين؟ إنه هذا مرض عضال، الله ما في يشفيه، عضال لأنه ما قال لك ذلك. الشيء المستحيل في دنيا البشر على الله عز وجل كن فيكون. أنا لي صديق يعمل مدرس للفيزياء من قصة من شي 15 سنة 16، فجأة آلام بصدره شديدة جدا، سعال لا يحتمل، صحة مرض خبيث بالرئة، أخذوا خزعة فحصوها مرض خبيث، أرسلوا لبريطانيا مرض خبيث، يعني قضية منتهية. قال له طبيب بحضوري، قال له في يعني عملية احتمال نجاحها 130% بأمريكا. وقتها شاري بيت جديد، والبيت ثمن البيت بكافئ كلفة العملية، فخيار صعب جدا. عنده 5 أولاد، عنده يعني يبيع بيته يسكن البيت إجرة لحتى يساوي عملية نجاحها 130%. أنا والله مرة زرته وبكيت، يعني عنده طفل صغير مثل الوردة، يعني بعيد عن أنه يحمل الأسرة مسؤوليتها. والله عز وجل نظر له بالشفاء التام، لا سفر ولا عملية، والآن حي يرزق. والقصة من 16 سنة وين صفي الدرجة الخامسة سرطان، وين صفي الخزعات اللي راحت لبريطانيا. الله على كل شيء قدير، بس العبرة أن تسأله وأنت موقن بقدرته، وأنت موقن برحمته، وأنت موقن باستجابته. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. الدعاء يا من عليه العسير يسر كن فيكون. طبعا ولهذه القصة أمثلة كثيرة جدا، ومئات قصص وآلاف القصص، وهذا الذي يحيي الأطباء أحيانا. كل علمه يلغى، لك ما في أمان. في طبيب قال لوحده ما في أمان، اكتبوا النعوة. بيقول لي ابن قريبة عاشت بعد هالكلمة 45 سنة، إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأثيره.
حتى إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. العبرة أن تعرف الله، إنك إن عرفته، إن دعوته أجابك، إن سألته أعطاك، إن استغفرته غفر لك، إن أقبلت عليه سعدت بقربه. العبرة أن تعرفه. إذن هذا أول ذكر، الإخلاص والمعوذة قبل أن أيام إنسان بيسافر، يعني خايف إنه معه مال ينسرق المال، سيارته في عليها أغراض يسرق ينسرق بالليل السيارة، يقرأ المعوذتين والإخلاص خلاص لن يضره شيء. طبعا اعقل وتوكل، يأخذ كل الاحتياطات، ثم حتى ينام مرتاح يقرأ المعوذتين والإخلاص. أيام بيجي إنسان بيأذي، يقرأ بقلبه المعوذتين والإخلاص لن يضره شيء. الإنسان أيام يقع بمشكلة بورطة، يقرأ المعوذتين والإخلاص لن يضره شيء، هو استعاذ بالله لأنه. أنا بضرب مثل مضحك، أيام الإنسان يشتري كنزة جديدة، كمامة شادة، والدنيا شكل لابس فوق الكنزة جاكيت فوق الجاكيت معطاء، وماسك بيده حاجة بيديه حاجتين، وطفل عمره 4 سنين بدعم قدر ساعة. يعني أكثر الناس بيحط هالأغراض، بيرفع كم المانطو وكم الجاكيت وبيرفع الكنزة بدعمه 7 وربع. طفل سألك سؤال تستحي ألا تجيبه، إنسان يقول له يا رب يا رب أعطني ارزقني زوجني احميني خذ بيدي، افتح خط مع الله مباشرة، افتح خط. الله عز وجل لا يحتاج إلى وصيف ولا إلى بيان ولا إلى يمين ولا إلى أبدا. قل له يا رب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن هو الدعاء قمة العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء يعني فتحت خط مع الله مباشرة. إذا كان ثلث الليل الأخير، والله يا أخوان أي إنسان بيشكي بهمه، في هموم صعبة، في أمراض وبيلة، في مشكلات مالية صعبة، في ديون لا يستطيع قضاءها الإنسان، في أحيان ورطات كبيرة، شو بدي أقول له أنا؟ يا ابني قوم صلي الصبح، صلي 2 ركعة قبل الفجر، وفي السجود اطلب من الله حاجتك، لأن ربنا عن طريق النبي الكريم علمنا، قال إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، هو يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر. يعني إله عملك أنا جاهز، اطلب مني، اطلب مني في صلاة السحر قبل الفجر فيوصي. ما في واحد ما عنده مشكلة، مشكلة مالية، مشكلة مع أولاده، مع زوجته، بمجتمعه، بدائرته، بوظيفته، مع أعلم منه، مع أدنى منه، استعيذ بالله، لأن هذا الدعاء شيء أساسي. هي الأذكار كثير في ناس فاهمين الأذكار بس فكروا أنه القصة فهمها وهي حفظها، نشاط فكري فقط، نريد نشاط قلبي. القلب غذاؤه الذكر، القلب غذاؤه أن تستغفر الله، أن توحده، أن تكبره، أن تسبحه، أن تحمده. نعم، فهذه وصفة الإخلاص والمعوذتين. أنا أؤكد لكم، هل أنت بالصلاة شو بتقول؟ سمع الله لمن حمده. انتبه لها، هي أنت كأن الله يقول لك يا عبدي أنا أصغي إليك، أنا أستمع إليك، احمدني لك. سمع الله لمن حمده، اشكر الله عز وجل أنه عرفك فيه، اشكره أنه سمح لك أن تكون موجودا،
منحك نعمة الوجود، ثم دلك عليه، ثم هداك إليه، ثم شرح صدرك إلى طاعته، ثم أعانك على طاعته. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. هذا من أدق الأدعية، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، موقنا بها. إذا كان فعلا كان عبدا لله، عبد مستسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، رواه البخاري. وهذا من أدق الأدعية، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من أدعية راقية جدا، هو الضمانة، من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك، رواه مسلم. هذا كمان دعاء ثالث، أعوذ بكلمات الله التامات. أنتم لاحظين العبرة أن تقيم علاقة مع الله مباشرة، أن تسأله، أن تيأس من خلقه، وأن تلوذ به، وأن تحتمي به، وأن تسأله، وأن تقبل عليه، وأن تكون ربانيا، يعني حسن العلاقة بالله. بالله بناتنا عامرة في مودة وفي محبة وفي هدايا وفي زيارات، في معاونة وفي طلبك بنفذه فورا، لك عامرة بناتنا. العبرة أن تكون عامرة مع الله، والله عز وجل بابه مفتوح لكل العباد. يعني قروا، هي طرفة، أنه امرأة مسنة جاءت سيدنا نوح قبل الطوفان، قالت: يا نوح لا تنسني إذا جاء الطوفان، فوعدها خيرا. فلما جاء الطوفان وصار الموج كالجبال وكان نوح في السفينة، نسي المرأة، معناها راحت غرقت، هي طرفة. فلما استقرت على الجودي وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعد حين جاءت هذه المرأة إلى سيدنا نوح، قالت: يا نوح متى الطوفان؟ يعني هو سيدنا نوح لو فرضنا نسيها، الله ما بنساها. فالضمانة الله مو عبد الله، الضمانة الله مو عبد الله. عبد الله بينسى لو كان بحبك، يعني بينساك، أما الله ما بينسى. فأنت حسن علاقتك بالله، كن ربانيا، ولكن كونوا ربانيين، أي اجعل علاقتك بالله متينة، والله عز وجل معك، معك دائما، يرى ويسمع، ولا بيحتاج إلى كلمة، يعلم دون أن تقول، علمك بحالي يغني عن سؤالي. يعني هي قصة أن سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار جاءه جبريل
قال له ألك حاجة؟ قال منك؟ قال لا، من الله، ما في حاجة. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي. الحمد لله رب العالمين.